مصدع قوة، أبي نفس العلاج اللي أعطيتني إياه آخر مرة. تكفى تكفى يا جابر. أبى أعطيك حبة تخليك تشوف مناير مصر مو بطيخ. يلا شتك يا أخي، وأحيانا يا الجيب. يلا شتك عصر. اسمع، انا جبت لك حبة بس كل شيء بحقه هالمرة. انا ما قصرت معك بالبداية وعطيتك ببلاش، والحين لازم تمد فلوسك. ليش 15 ريال؟ وش تسوي بهالزمن؟ قل لي. لا لا، انت موضوعك طايل وسالفتك سالفة. عايش ومرتاح لين اغنون يا اصدقاء الكيف. تكفون تكفون، احذروا من كلمة جرب. جربت وتدمرت حياتي. تكفون تدوي على ويمتي اللي تقطع قلبه علي. واذا هي تموت كل ساعة، ترى انا اموت كل دقيقة. وسلمولي على خواتي اللي انا نزلت روسهم وخليتهم يعنسون بسبب طيشي وكيفي. وسلمولي على اخواني اللي قتلت ابوهم وحرمتهم من حلالهم. الله يحماكم. هلا وسهلا. هلا وسهلا يا ولد عمرك. الله يخليكم لنا ويخليكم الداعمين. الله يحماكم. اللهم امين. لولاكم والله ما وصلنا لهالشيء. العفو، بيض الله وجهكم. الله يحماكم ان شاء الله جميعا. وان شاء الله هذا تمثيل وله بحقيقه. اللهم لك الحمد. الله يشكركم لدعمكم. بيض الله وجهكم. ما رايناه قبل قليل من هذه المشهد او هذا العرض عن التوعية ضد المخدرات أمر مثلج للصدر. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع. وقد طلبت من أخي زميلي الدكتور عبد الرحمن أن يسجل مثل هذا العمل، ولعله ينشر في المدارس وفي عمادات الجامعة وكلياتها، لعله إن شاء الله يؤتي بثماره. وأنا متأكد أنه سوف يؤتي بثماره، لأن هذا هو الشيء المطلوب منا قبل أن نطبق العقوبة، أن نوعي المجتمع بمخاطر مثل هذه الأمور. أسأل الله لكم التوفيق والسداد. أشكر وأثني وأثمن لكل من شارك وساهم في مثل هذه الحملة، فردا أكاديميا أو طالبا أو متدربا، حتى أنها حققت الأهداف المرجوة منها، مبادرة ناجحة وموفقة. أسأل الله لكم التوفيق والسداد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.